الرئاسة تؤكد فتح مصر معبر رفح دون قيود أو شروط لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة منذ اللحظة الأولى. الرئاسة الفلسطينية تدين خطط الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة العدوان على رفح الفلسطينية وسط رفض أممي لتهجير الفلسطينيين. والبنتاغون يعلن تدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق خلال الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن. الواحدة بعد منتصف الليل في القاهرة 11 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، ونبدأ مع زميلة جاكلين ماهر. إليك جاكلين. شكرا ياسر، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. والبداية مع الدعم المصري المتواصل لتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. أكدت رئاسة الجمهورية أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت رئاسة الجمهورية إنه بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإنها تؤكد توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع ورفض التهجير القسري، بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأكدت رئاسة الجمهورية أن أي محاولات أو مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. Thank you.
يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في قطاع غزة. وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. بذلت مصر ولا تزال جهودا حثيثة لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للأشقاء في فلسطين، وقد ظهرت تلك المساعي الصادقة خلال التصعيد العسكري الجاري في غزة. كانت ولا تزال القضية الفلسطينية على قمة أولويات الدولة المصرية، حيث تعتبر جزءا من الأمن القومي المصري. موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير منذ عقود، تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني. ظهر هذا الموقف جليا خلال التصعيد الحالي في غزة. فمنذ الشرارة الأولى للحرب كانت مصر حاضرة وبقوة على خط الأزمة، حيث انخرط الرئيس السيسي في اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء العالم، دعا خلالها كافة الأطراف إلى دعم التهدئة وتغليب صوت العقل والحكمة والحفاظ على حياة المدنيين باعتباره أولوية قصوى. كما تضمنت الاتصالات الرئاسية بزعماء العالم التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مع تأكيد موقف مصر برفض سياسة العقاب الجماعي والحصار والتهجير. تزامنت تلك المساعي مع دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام، والتي استضافتها العاصمة الإدارية بحضور دولي رفيع المستوى. وجاءت كلمة الرئيس السيسي أمام القمة بمثابة خارطة طريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف العنف الدائري في قطاع غزة. سادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاما هي عمر القضية الفلسطينية. على المستوى الإنساني، سرعت مصر كعادتها إلى تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني، وخصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة. إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية أناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله. وفي هذه الظروف الميدانية القاسية اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة. كما قررت مصر استقبال عدد من المرضى من سكان قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وهي الخطوة التي لاقت إشادة وترحيبا دوليا واسعا، وكشفت عن صدق عمق العلاقات بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق باعتبار مصر الشقيقة الكبرى لكل دول المنطقة.
جهود متواصلة بذلتها وما زالت تبذلها مصر دعما للقضية الفلسطينية ومساندة للأشقاء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي ترجمت في العديد من الإجراءات والمواقف التي اتخذتها القاهرة، كان أبرزها خلال الفترة الماضية إدخال المساعدات إلى أهالي القطاع واستقبال المصابين عبر معبر رفح لعلاجهم في المستشفيات المصرية. المزيد في العرض التالي مع الزميلة دارين مصطفى. أهلا بكم. في صميم العقيدة والأمن القومي المصري كانت ولا زالت القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بشتى السبل الممكنة وأمام جميع المحافل الدولية، ويتأكد الموقف المصري الداعم لفلسطين يوما تلو الآخر ومن خلال الأزمات المتتالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الأعزل. موقف لا يحتاج إلى مزايدة هو الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، رسالة جددت مصر التأكيد عليها ردا على ادعاءات أو مزاعم كاذبة تهدف إلى التشكيك في تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني وبخاصة الأشقاء في قطاع غزة الذي يعيش عدوانا إسرائيليا غاشما وحصارا مطبقا من كل الاتجاهات. ومع ذلك لم تغلق مصر بابها أمام الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما جددت مصر التأكيد على أن معبر رفح لا زال مفتوحا ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة. دعت مصر من يروج أو يدعي غلق المعبر إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. الدعم المصري للأشقاء في غزة ظهر جليا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتم بتوجيهات من القيادة السياسية لتوفير الدعم الفوري والإغاثي للأشقاء في غزة، وحشد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده وتمكن من تجهيز أول قافلة مساعدات خلال 36 ساعة فقط منذ بدء العدوان. ضمت القافلة الأولى للتحالف الوطني 95 شاحنة من المساعدات وثلاثة سيارات إسعاف كانت تضم 500 متطوع، ثم تم بعدها إطلاق القافلة الثانية لتكون جسرا إغاثيا مستمرا يتكون من عشرات الشاحنات بشكل يومي. ليس ذلك فحسب، بل خصصت مصر مطار العريش لتلقي المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة الذي ظل طويلا مغلقا نظرا لقيام قوات الاحتلال بقصف محيط المعبر من الجانب الفلسطيني وتعنت إسرائيل في الموافقة على فتح معبر رفح وتوفير ممرات آمنة لدخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني المحاصر. كثفت مصر جهودها الدبلوماسية دوليا من أجل تسهيل عبور المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك من أجل تلقي العلاج وكذلك السماح بعبور عدد من حاملي الجنسيات المزدوجة، مع حرص متواصل من قبل القيادة السياسية على استمرار عمل المعبر في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وللأشقاء في قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة. وتؤكد مصر حرصها على التواصل مع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية في إطار ثوابت الموقف المصري من القضية. نتابع المزيد في العرض التالي.
أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد واستنكارها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وأضافت الرئاسة الفلسطينية أنها تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك. هذا ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشيخ إلى تدخل دولي عاجل لمنع امتداد الحرب إلى رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين. وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر داعيا محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار. حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من العواقب الكارثية في حال تصعيد العدوان الإسرائيلي في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة. وقال بوريل في منشور على منصة إكس إنه يوجد حاليا 1.4 مليون فلسطيني في رفح دون مكان آمن للذهاب إليه ويواجهون المجاعة. وأضاف أن التقارير التي تتحدث عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح الفلسطينية مثيرة للقلق وستكون له عواقب كارثية متفاقمة على الوضع الإنساني المتردي بالفعل وخسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال ترتقي إلى جرائم حرب خلال عمليات التدمير الواسعة لإنشاء منطقة عازلة مع غزة، وأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب. وقال المسؤول الأممي في بيان إن عمليات التدمير التي تفيد التقارير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذها لإنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة لا يبدو أنها تتفق مع استثناء العمليات الحربية الضيق المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني. وأكد أن مكتبه وثق عمليات تدمير وهدم واسعة النطاق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية والمدنية وغيرها بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في مناطق مدنية. قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المدنيين في رفح بقطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قسري جماعي، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل البحث عن سبيل لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من المنطقة. حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين. ووصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية بأنه ميؤوس منه بشكل متزايد. قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إن أكثر من 500,000 طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي غير قادرين على تلقي التعليم في قطاع غزة. وأضاف لازاريني أن تكاليف الحرب الوحشية المستمرة منذ 4 أشهر في غزة مأساوية على الأطفال، مؤكدا أن مستقبلهم أصبح على المحك. وجدد المسؤول الأممي دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 من أكتوبر الماضي. وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن من بين الهجمات نحو 357 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، موضحا أن الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36 وأثرت على 90 سيارة إسعاف بقطاع غزة.
جددت المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية الإعراب عن شعورها بالرعب بشأن الوضع في الشرق الأوسط والخسارة الهائلة في الأرواح في المنطقة والدعاءات انتهاك القانون الدولي. وأعادت المستشارة الخاصة أليست نيدريتو تحذيرها للوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والامتثال التام للقانون الدولي ومنح الأولوية لحماية المدنيين وتكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للأزمة. ودعت المسؤولة الأممية كل الأطراف المعنية بتعزيز عزمها إيجاد حلول لإنهاء الصراع. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وأدانت الخارجية الفلسطينية قيام جنود الاحتلال بسرقة منازل المواطنين في قطاع غزة ونهبها وإحراقها دون أي سبب، معتبرة أن ذلك يبرهن على عقلية انتقامية. قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن قتل 3 فلسطينيين في مستشفى بالضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي على يد قوات خاصة إسرائيلية كانت متخفية في زي مسعفين وفي زي نساء هو أمر ربما يصل إلى جريمة حرب. وذكر خبراء الأمم المتحدة في بيان أنه بموجب القانون الدولي الإنساني فإن قتل مريض مصاب أعزل يعالج في مستشفى يصل إلى حد جريمة الحرب وهي محظورة تحت أي ظرف، ودعا إسرائيل إلى إجراء تحقيق. أكدت محكمة العدل الدولية أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 من فبراير الجاري. وقالت المحكمة في بيان إن 52 دولة وثلاث منظمات دولية أعربت عن عزمها القيام بالمشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومناطق جنوبي لبنان، وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة مارون الراس ما أدى لتصاعد دخان كثيف، كما قصف الاحتلال عدة بلدات في مدينة صور، فيما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة الوزاني بعدة قذائف. قال الجيش السوداني إن الفرقة 6 كبدت ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إثر محاولة تسلل فاشلة. وقال بيان الجيش السوداني أن القوات نصبت لهم كمينا محكما فتمكنت من تجبيد ميليشيا الدعم السريع عدد كبير من القتلى والجرحى ودمرت عددا من المركبات القتالية، كما تمت مطاردة الميليشيا إلى خارج مدينة الفاشر. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن 700,000 طفل في السودان من المحتمل أن يعانوا من أسوأ أشكال سوء التغذية هذا العام، بما في ذلك عشرات الآلاف الذين قد يموتون. وقال المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إلدر إن سوء التغذية الحاد الشديد يجعل الطفل أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض مثل الكوليرا والملاريا 10 مرات، مرجحا أن يعاني 3,500,000 طفل من سوء التغذية الحاد. هذا وتناشد الوكالة بجمع 840 مليون دولار لمساعدة ما يزيد على 7,500,000 طفل في السودان هذا العام.
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن الخسائر العسكرية التي تعرض لها الحوثيون، مشيرا إلى أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن. وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن الضربات على الحوثيين والتي بدأت في يناير الماضي دمرت أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق، وتابع أن الضربات التي وقعت في 3 فبراير الجاري دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة ب 35 هدفا من أصل 36، بما في ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات وثلاث مروحيات ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ. اتهم الكريملين القوات الأوكرانية بالمسؤولية عن مقتل العديد من المدنيين في مدينة ماريوبول. جاء ذلك ردا على تقرير صادر من منظمة حقوقية دولية بمقتل 8000 شخص خلال العملية العسكرية في ماريوبول والتي استمرت عدة أشهر. وهذه هي إحدى أكبر المعارك الدائرة منذ عامين تقريبا بين روسيا وأوكرانيا. واتهم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين القوات الأوكرانية باستخدام المدنيين في ماريوبول دروعا بشرية وإطلاق النار عليهم من الخلف. على صعيد آخر، اعتبر الكريملين أن استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يؤثر في مسار الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين موسكو وكييف، وذلك غدا إعفاء الجنرال فاليري زالوجيني وتعيين قائد القوات البرية أولكسندر سيريسكي خلفا له. وفي سياق متصل، عين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أناتولي برجلفيتش رئيسا جديدا للأركاني. وقال زيلنسكي إن ذلك تم بناء على توصية القائد الأعلى الجديد لأوكرانيا ألكسندر سيريسكي الذي تم تعيينه مؤخرا. قال ألكسندر سيريسكي القائد هو العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية إن هناك حاجة إلى التكيف وابتكار أساليب جديدة للقتال لتحقيق النصر. وأوضح أن التغيير والتحسين المستمر لوسائل وأساليب الحرب هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح، مشيرا إلى الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية باعتبارها أمثلة للتكنولوجيا الجديدة من شأنها أن تساعد أوكرانيا على تحقيق النصر. اتهمت أوكرانيا القوات الروسية باستخدام مواد كيميائية سامة في أكثر من 200 هجوم في ساحة المعركة خلال شهر يناير الماضي. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه تم تسجيل 815 حالة استخدام أسلحة محملة بمواد كيميائية سامة من قبل القوات الروسية. قال الجيش الفلبيني إن مانيلا وواشنطن أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي، وتزايد التعاون الأمني بين الدولتين وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث تبادلت الفلبين والصين اللوم بشأن سلسلة من الخلافات. قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنه إذا تجرأ الأعداء على استخدام القوة ضد بلاده فإنهم سيتخذون قرارا جريئا يغير التاريخ، واصفا كوريا الجنوبية مجددا بأنها دولة معادية. المزيد حول التوترات الكورية نتابعها في هذا التقرير.
تتزايد حدة التوترات يوما تلو الآخر بشكل غير مسبوق منذ بداية العام بين الكوريتين، على غرار تصاعد حدة الخطاب والتهديدات المتبادلة بين سيول وبيونغ يانغ. أحدث التصريحات النارية تلك التي قالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة لوزارة الدفاع للاحتفال بالذكرى 66 لتأسيس الجيش، حيث قال إن بلاده لن تتردد في القضاء على من وصفهم بالأعداء إذا استخدم أي منهم القوة ضد بلاده، موضحا أن بيونغ يانغ لن تتردد في حشد كل الوسائل الممكنة لوضع حد للأعداء. الزعيم الكوري الشمالي جدد وصفه للعلاقات بين الكوريتين بأنها دولتان معاديتان لبعضهما، متعهدا بالسيطرة على أراضي كوريا الجنوبية بأكملها في حالة الطوارئ، إذ أكد أن الشمال لم يعد مضطرا إلى قبول القيود غير الواقعية المتمثلة في المشاركة في المحادثات والتعاون مع الجنوب الذي اتهمه بأنه كان يخطط لانهيار النظام الكوري الشمالي، داعيا لتنمية قوة عسكرية أقوى لها الشرعية في توجيه الضربات والتدمير في أي وقت. وتأتي تلك التصريحات بعد تعليق بيونغ يانغ التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية، وذلك بعد تصويت البرلمان الكوري الشمالي على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سيول. في المقابل رفع كوريا الجنوبية من وتيرة المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري، وكان أحدثها هو بدء قوات مشاه البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات لتحسين القدرة القتالية المشتركة، وذلك بعد اختتام قوة العمليات الخاصة الكورية الجنوبية لتدريب مشترك مع القوات الخاصة الأمريكية، وسط جهود مشتركة لتعزيز القدرة القتالية ضد التهديدات الكورية الشمالية. قبل الأمير هاري الابن الأصغر لملك بريطانيا تعويضات كبيرة لتسوية قضية مجموعة ميرور، وأوضح محامي الأمير أنه قام بتسوية المتبقي من دعاوى قضائية ضد صحف مجموعة ميرور بعد أن وافقت المجموعة على دفع تعويضات كبيرة وتكاليف التقاضي. يأتي ذلك على خلفية حكم صادر من المحكمة العليا في لندن بأن الأمير هاري كان ضحية لعملية اختراق هاتفه وجمع معلومات بطرق غير قانونية، بما في ذلك التنصت على هاتفه من جانب صحفيين تابعين لشركة ميرور. أصيب 14 شخصا في حادث تحطم حافلة سياحية في شمال تايلاند في حين لقى قائد الحافلة مصرعه. قال مسؤولون إن أكثر من 12 سائحا من الدنمارك في تايلاند أصيبوا بعد فقدان السيطرة على الحافلة التي كانوا على متنها وتحطمها في إقليم ماي هونغ سون الجبلي النائي بشمال البلاد. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا مفصلا حول جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوطين الصناعة والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية. وأكد مدبولي حرص القيادة السياسية والحكومة على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد. تبع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يناير من عام 2024 الجاري، ووجه رئيس الوزراء بإعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلاغات الطوارئ حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى طلبات الشرائح الأولى بالرعاية التزاما بتوجيهات القيادة السياسية. وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية ورصد ما يقرب من 129 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير 2024، وعقب الانتهاء من أعمال الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات تم توجيه 102 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيا، كما تم حفظ 22 ألف شكوى.
احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإنجاز رقم قياسي جديد ضمن جهود التحالف في مجال تقديم خدمات طبية نوعية متكاملة ذات جودة في مجال الحد من مسببات العمى. وأجرت المؤسسة العملية الجراحية رقم 25,000 ضمن فعاليات إجراء أكبر رقم لعمليات جراحات عيون في يوم واحد. البداية من هنا حيث يبدأ كريم، سجل اسمه وأخذ دورا ليستكمل رحلة مكافحة مسببات العمى، لكن كريم حصل على رقم مميز فهو المواطن رقم 25,000 من أصل 1,000,000 استهدفهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عبر صناع الخير في جميع محافظات مصر. قافلة جت عندنا القرية في محافظة الغربية وكان التعامل كويس ومعانا ومع الأهالي كلها، والناس قاموا بالواجب وما قصروش معنا في أي حاجة، وبعتونا القافلة جت خدتنا بعربيات تبعهم من دون أي مصاريف أو أي حاجة تانية، وجابونا لأكبر مركز تجاههم وعملونا اللازم كله. المياه البيضاء والصفراء والحول، كل مسببات العمى بدأت مكافحتها عبر صناع الخير قبل 6 سنوات من الآن. بيتم الكشف على كل المستحقين والفئات الأولى بالرعاية في القوافل الخاصة بمبادرة عناية كفاية من خلال صناع الخير وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بيبقى الهدف إن هنا بيتم الإجراء العملية للمستحق بشروط بيتم دعمها أو وضعها من خلال مؤسسة صناع الخير ومن خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عشان كمان نجري العمليات تكاليفها طبعا تكاليف كبيرة نجريها للمستحقين فقط. العملية رقم 25,000 رقم قياسي جديد في رحلة صناع الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استحقت الاحتفال. فخورين ان احنا بنترجم توجيهات السيد الرئيس في ضرورة الاهتمام بحماية الشرائح الأولى بالرعاية من الإصابة بالعمى زي ما ذكر سيادته في مؤتمر حكاية وطن. فخورين ان احنا على مدار 6 سنوات قدرنا نوصل بخدمات مبادرة عينيك في المينا من توقيع الكشف والاكتشاف المبكر لمشاكل العيون وتوزيع الادوية بالمجان وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليم النظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية واجراء العمليات الجراحية. احنا الاول بننزل نعمل دراسة الاول للمكان اللي هنتعامل فيه القافلة، بننسق مع جمعية وبننزل نعمل دراسة للمكان اللي هيبقى فيه القافلة، فبننزل بالمستشفى معنا، يكون معنا مستشفى طبعا متخصصة في مجال العيون، وبننزل للمكان ده بنعمل كشف شامل للحالة. عيون الفئات الأولى بالرعاية باتت تحت مجهر صناع الخير وتغطى تماما بجهود التحالف الوطني تحت مسمى عينيك فعنينا. من هنا ينقشع ظلام محتمل. قبل 6 سنوات بدأت مكافحة مسببات العمى، واليوم وصل العدد 25,000 حالة، وتستمر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصناع الخير لاستكمال 1,000,000 حالة. نجاة الجبالي، أكسترا نيوز. افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد الأقصر، وشهد الافتتاح إقبالا كبيرا من النجومين. يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تأسس سنة 2012 بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الأفريقي والشراكة بين دول القارة لإتاحة شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالميا. اقتصاديا، دخلت الصين في حالة نشاط قصوى عشية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، واكتظ المسافرون في القطارات والطائرات من أجل العودة إلى مسقط رأسهم. وتبدأ العطلة والتي تستمر 8 أيام رسميا اليوم السبت، لكن العديد من المسافرين يختارون بدء رحلاتهم مبكرا. تشهد الصين في 10 فبراير من كل عام احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة التي تعرف باسم عيد الربيع،
وتعد إحدى أهم وأطول العطلات في الصين، وتتخذ الاحتفالات لهذا العام التنين رمزا لها، ويشهد دائما موسم رأس السنة بالصين ازدهارا لما يعرف باسم الهجرة الداخلية للصينيين، إذ تزداد في تلك الفترة معدلات سفر المواطنين من المدن الصينية الكبرى إلى الأقاليم التي ينتمون إليها. وتحتفل الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بالعام القمري الجديد 2024 وسط تحديات وظروف اقتصادية متقلبة، إذ سجل الاقتصاد الصيني تباطؤا في النمو لأول مرة منذ عقود وسط استمرار أزمة ديون قطاع العقارات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتراجع معدلات الطلب العالمية. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل معاناة الصين من انخفاض الإنتاج وارتفاع معدل الأعمار بالدولة الآسيوية. وأوضحت الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني أنها تتوقع تسيير نحو 80 مليون رحلة جوية للركاب خلال ذروة السفر في عيد الربيع، ما يمثل زيادة نحو 44.9% مقارنة بالعام الماضي. يتوقع البنك المركزي في الصين ارتفاعا متواضعا في أسعار المستهلك، فيما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسوأ سلسلة من انخفاضات الأسعار خلال سنوات. وتوقع بنك الشعب الصيني في تقرير السياسة النقدية الفصلي أن تنتعش أسعار المستهلكين بشكل متواضع، وكرر إلى حد كبير تقييمه بأن الظروف النقدية معقولة ومناسبة. وأوضح البنك المركزي أنه لا يوجد أساس طويل الأجل للانكماش أو التضخم، حيث من المتوقع أن يتحسن العرض والطلب. حجز عبد الرحمن عبد الرازق لاعب منتخب مصر البارا تايكوندو بطاقة التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك بعدما توج بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة باريس والمقامة في العاصمة السنغالية داكار. ونجح لاعب منتخب مصر البارالمبي في الفوز بالمركز الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لباريس في وزن تحت 70 كيلو جرام. فازت مصر بلقب بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 برصيد 42 ميدالية متنوعة، 26 ذهب، 12 فضة و4 برونزيات. جدير بالذكر أن مصر استضافت البطولة خلال الفترة من 2 حتى 10 من فبراير الجاري. سيكون ملعب الحسن وطارة بمدينة أبيجان مسرحا لنهائي النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم غد الأحد بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والضيافة منتخب نيجيريا. المواجهة ستكون الثانية بين المنتخبين في هذه النسخة بعدما التقيا في دور المجموعات وفازت النسور في تلك المواجهة بهدف دون رد. خطوة واحدة قبل الإعلان عن اسم بطل النسخة 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا، حينما يلتقي البلد المضيف كوت ديفوار مع نيجيريا في نهائي البطولة الأحد على استاد حسن واتارا في أبيجان. سيلتقي النسور والأفيال للمرة الثانية في المنافسة الحالية، حيث سبق والتقيا في 18 من يناير لحساب الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى من دور المجموعات. وفي اللقاء فازت نيجيريا بنتيجة 1-0 بفضل ركلة جزاء، مما وضع كوت ديفوار في صعوبة للتأهل إلى دور ربع النهائي وأدخل الشك في نفوس جماهيرها قبل أن تواصل المسيرة بأعجوبة. ومنذ ذلك الحين تجاوز المنتخبان العقبات واحدة تلو الأخرى أمام منافسيهما المختلفين في مرحلة خروج المغلوب ليتأهلا إلى النهائي الذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون صعبا على الفريقين، حيث تبحث نيجيريا عن اللقب الأفريقي الرابع بعد تتويجها آخر مرة عام 2013، بينما تعتزم كوت ديفوار اللحاق بمنافسها في النهائي
من حيث عدد الألقاب القارية والوصول إلى لقبها الثالث، بما أن لديها تتويجان آخرهما كان سنة 2015 في غينيا الاستوائية. وزادت جوائز بطولة أمم أفريقيا بدءا من نسخة ساحل العاج الحالية، حيث يحصل الفائز باللقب على 7 ملايين دولار، فيما سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار. يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الجنوب أفريقي اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد خسارة الفريقين في نصف النهائي من البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار. وتلقى منتخب الكونغو الديمقراطية الخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الحسن وتارا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. في المقابل خسرت جنوب أفريقيا أمام نيجيريا بركلات الجزاء ترجيحية 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في نصف النهائي. أما عن حالة الطقس فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئاسة تؤكد فتح مصر معبر رفح دون قيود أو شروط لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة منذ اللحظة الأولى. الرئاسة الفلسطينية تدين خطط الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة العدوان على رفح الفلسطينية وسط رفض أممي لتهجير الفلسطينيين. والبنتاغون يعلن تدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق خلال الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكي آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحية الزميل ياسر عبد الستار وأنا جاكلين ماهر. إلى اللقاء بإذن الله.